بونوتشي يستفز الإنجليز بعد مباراة إنجلترا وإيطاليا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، إليكم موجز أخبار من قناة أخبار عامة منوعة. قبل بداية هذا الخبر أخواتي الكرام، بدعوكم بالاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس لنوافيكم بما هو جديد. استفز المدافع الإيطالي ليوناردو بونوتشي الجمهور الإنجليزي، وذلك بعد نهاية مباراة إنجلترا وإيطاليا لا تزوري بقلب كأس أمم أوروبا يورو 2020 للمرة الثانية في تاريخ إيطاليا. وظهر بونوتشي في مقطع فيديو متداول عقب المبادرة ضد إنجلترا وهو يردد عبارة باللغة الإنجليزية تعني أن الكأس ذهب إلى عاصمة إيطاليا روما، رد على إنجلترا الذين قالوا بأن كأس أوروبا ستكون من نصيبهم بعد أن رددوا عبارات أي أن الكأس ستعود إلى إنجلترا، مهد كرة القدم الحديثة حول العالم. وكان بونوتشي تألق بشكل كبير وأحرز هدف التعادل للمنتخب الإيطالي في شباك المنتخب الإنجليزي بالدقيقة 67 من عمر الشوط الثاني من الوقت الأصلي، وسجل المنتخب الإيطالي في ركلات الترجيح كل من دومينيكو وليناردو بونوتشي وفريدريكو بيرناردسكي، بينما سجل كل من هاري كين وهاري ماجوبر للمنتخب الإنجليزي بركلات الترجيح. جدير بالذكر أن مباراة إنجلترا وإيطاليا كانت شهدت حضور الأميرة ويليام من القصر الملكي البريطاني بالإضافة لحضور النجم الإنجليزي السابق ديفيد بيكهام والممثل الأمريكي الشهير توم كورز. وبعد نهاية مباراة إنجلترا وإيطاليا نجح المنتخب الإيطالي في الترويج ببطولة كأس أمم أوروبا للمرة الثانية في تاريخها بعد الفوز بها للمرة الأولى في عام 1968. أما المنتخب الإنجليزي فلم يسبق له الترويج بلقب اليورو. كل الحب والاحترام لكم أخواتي الكرام، فضلا وليس أمرا لا تنسوا الضغط على زر لايك، تشتركوا بالقناة وتفعلوا زر الجرس لنوفيكم بما هو جديد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.